الاستعدادات الفترة القادمة، كأس العالم للأندية، الناس متفائلة ولا لأ؟ طب احنا هنقدر نوصل للفاينل ولا لأ؟ جوائز الكاف كمان اللي الحمد لله لا تخلو من اسم النادي الأهلي واللعيبة، كل ده وأكتر مع ضيفنا العزيز كريم فاضل الناقد الرياضي. كريم، صباح الهنا. صباح الفل. اهلا بيك، وبحب فيك دايما التفاؤل، لان كريم خلينا اقول لحضراتكم طبعا اللي بيتابعنا من النقاد المتفائلين جدا وعنده ثقه كبيره جدا في النادي الاهلي وفي كلامه، وحبك لحاجه ما بيبقاش وراء قلق. يعني انا مثلا ممكن احب النادي الاهلي بس بعض المباريات وبعض الامور تخليني اقلق، تخليني اتشكك ثواني خلاص. انت لا، انت عندك ثقه وعندك ايمان. كنا قبل الهوا بقول لك على كاس العالم للانديه انا قلقانه، قلت لي احنا هنوصل للفاينل وبثقه. ان شاء الله. خليني ابدا من هنا، هل احنا ممكن نوصل للفاينل بجد وبسهوله؟ خلينا نقول طيب، هو الـ يعني في البدايه برحب بحضرتك، ودايما بكون سعيد لما بكون معاكم من البيت الكبير زي ما بتطلقوا عليه في قناه النادي الاهلي. الثقه اللي موجوده عندي دي نبع من التاريخ، يعني طول عمر النادي الاهلي عودنا على ده، عودنا يعني زي ما بيقولوا كده المستحيل ليس اهلاوي. حلو. فايه المشكله ان انا اصعد فاينل؟ هل عشان خاطر ان حصل تراجع في النتائج مؤخرا وفي اداء بعض اللاعبين؟ لو تتذكري خلال السنوات الاخيره اللي كان الاهلي بيلعب فيها مونديال الانديه، دايما كان قبل البطوله بيحصل دروب، اللاعبين بتستفيق بشكل كبير جدا جدا جدا، وبتقدر تلم نفسها بلغه الكوره وتلعب وتقدم اداء قوي. لو تتذكري لما الاهلي لعب الهلال السعودي كانت الترشيحات كلها لصالح الهلال، ولكن اللي حصل ايه؟ ان الاهلي قدر يفوز وفوز عريض برباعيه نظيفه. الاهلي امام مونتيري وغياب لاعبين مؤثرين جدا زي على راسهم كان ساعتها محمد الشناوي، الاهلي بيقدر يتفوق بهدف لمحمد هاني وبيقدم مباراه قويه جدا جدا جدا. اتحاد جده يعني عليه اولا انه يتخطى فريق اوكلاند غدا. بس كل التوقعات يا كريم بتقول ان اتحاد جده هيتخطى اوكلاند سيتي. ماشي، هي يعني الموضوع شويه شبه محسوم بتوقعات الناس، يعني علشان خاطر الجمهور وعامل الارض واللاعبين. وبرضه بيقول لك من الحاجات اللي اتكلموا فيها برضه اتحاد جده عنده اسماء، وان كانوا 3 4 اسماء بس اسماء كبيره، لا واسماء دي حقيقة. محترمه واسماء تخوف، دي حقيقة. فده برضو كريدت كبير. هو عندهم اصابات مؤخرا، وعلى حظنا بقى ربنا كريم. لا بس استعادوا احنا وحظنا. استعاد عنصر مهم جدا، احمد حجازي برضو اضافه قويه جدا جدا لخط الدفاع، خصوصا بعد اصابه فيليب لويس. يعني كان هيفرق معاهم بشكل كبير جدا لو كان حجازي مش موجود مع اصابه فيليب. يعني كان حسن كادش وعمر حسين، مع كل الاحترام والتقدير أكيد ليهم، أكيد لا الاهلي يقدر يعني مهاجمي الاهلي يقدروا يتفوقوا عليهم بشكل كبير. انت عارف ايه اللي بيخوف يا كريم؟ مش قصه ان انا خايف من اسماء المنافس، قصه ان انا عندي مشاكل متكرره. بمعنى هكلمك عن مشكله واحده كافيه بصراحه ان احنا يعني اهدار الفرص. رهيب اهدار فرص، رهيب. يعني انا لما اشوف لعبه حلو وباصات حلوه وهجوم حلو لكن ما بيكملش بالتسديده، طب ليه؟ وليه اغير او اهدر مره واثنين وثلاثه واربعه في ماتش واحد وفي شوط واحد كمان في بعض الاحيان؟ ده اللي عليه علامه استفهام، ده اللي بيقلق لي، ده اللي يقول لي يخليني يجي في مخي طب احنا لو لعبنا من المشهد ده والمنظر ده مع اتحاد جده ولا مع اوكلاند سيتي ولا هو انا لفرصي ان انا فعلا اوصل لفاينل دي موجوده اصلا؟ هو ده المنطق شويه في الكلام اللي بيتقال. مش مختلف معاكي، لكن يعني ظاهره اهدار الفرص نبع من عدم تركيز. الاهلي بيوصل كتير جدا ده جدا، ده موسم كامل، نص يعني موسم كامل. ما هي البطولات الكبرى بتخلص بالشكل ده. يعني لو حضرتك تابعتي مثلا انتراخت فرانكفورت بيلعب بايرن ميونخ، انتراخت سدد 6 مرات على مرمى بايرن، سجل 5 اهداف. يعني ده التركيز او دي الفعاليه الهجوميه، وده اللي هيكون مطلوب من لعيب النادي الاهلي. طبعا انا ممكن يعني اوصل للمرمى 20 مره واسجل مره او مرتين، وممكن ما اسجلش، ممكن اوصل 3 مرات اسجل ال3 مرات. فبالتالي احنا عايزين من لاعبينا وخصوصا لاعبي الخط الامامي ان هم يكونوا في كامل تركيزهم. لو كانوا مركزين انا واثق 1000000% ان الاهلي يقدر يكسب اي حد. طب هو عامل مركزين او مش مركزين ده المفروض راجع لايه؟ يعني ما انا بلعب دلوقتي مباريات كنت الفتره اللي فاتت مهمه جدا، خارج من موسم اكثر من رائع، جماهير النادي الاهلي عندها امال كبيره جدا وبتعول على ان انا اقدم نفس الموسم ان لم يكن افضل. ف
التركيز مش موجود كان في اللي فات ليه؟ يعني ايه اللي سبب في الغياب اصلا دي؟ بترجع للحالة النفسية للاعب.